عمري ما نقول الدوني توما الليلة الزيتون، عمري ما نقول الدوني توما الليلة الزيتون، عايش بعرق جبيني تعلمي ما يفرج ربي، عايش بعرق جبيني تعلمي ما يفرج ربي. اللي تعمل دقة ويني ضحكت بكري وينو فعل الخير، واللي تنمير الغير تضبي وترجع خطب عليك تصير، منتلتي على الحيط غريبة عجيبة هدي الرح ربتح هدي الرح ربتح ما يعفسي كاني عملت معاه الخير. يحبوك ملوح في تركينا يحبو يشوفوك وافي كي سمير، على عشرة تاخد صفر نجو صفر تقول ضربها بوصفير، وينك فيه هدم فيه قلبي عليك سي لا فيغيتي، هنقول كلامي وين تراسي تراسي ودي راقد حلفة سبيسياليتي بندير. بدايتي بديت مع الوالد الفنان لمين نهدي، بدينا معناتها عمري 9 سنين صورت معها بتي غول، الغول باكوش طايحت باكوش ودونك اوتوماتيكمون ما يتكلمش باكوش معناتها ما يتكلمش، وسي ان رول دو كومبوزيسيون بورتون معناتها صغير انا في العمر عمري 9 سنين، قال لي ما تعمل حتى شيء اعمل هكا. قلت له ذكر الدور نتاعي، قلت له اعطينا حاجه من خير. بعد خدمت برشا مسلسلات اخرين معناتها ابار مع هو، وجاء لو فامو جاري حمود. احبك يخرج كين جزاز اللي انا وليت نقول له جاري يا حموده مع الجاري، خد تلمو عودوه ولا كي صحفت الجاري في رمضان معناتها ما شقان فتره. وبعد جاء فيلم 30 للمخرج الفاضل الجزيري اللي تقمصت فيه دور علي دعاجي واللي زاد خدمته كما نقولوا بقلب ورب. ومن بعد شاركت في 3 أو 4 اعمال سينمائيه اجنبيه، شاركت في دو ابيزود لسلسله من الافلام اسمها Between Two Rivers ما بين النهرين، قصة حياة صدام حسين. أنا مثلت جنرال كوموندون جنرال نتاع صدام حسين. جات لي مشاركة حلوة برشا في دور الممثل أنا ولد أنطونيو بانديراس في فيلم اسمه Black Gold الذهب الأسود. طريق Who's this? Lindbergh? He's just some man from Texas. He says he's found oil. لمين كلم جون جاك كانو في التليفون، المخرج هذا العالمي قلت لكم موجه بروس وليس، كلمه في التليفون قال له برسم ميمتك يا جون جاك اخي ما نوصيكش هذاك ولدي وليد. اسمعني شوف الحكايه ذي فريمون لازمها توفى معناتها لازمها وقيت باش العباد تفيق على روحها لوليد النهدي فنان، وكان عجبهم النبيبرات اللي سميتهم انا النبيبرات، لانه كما قلت انت توا هذوما مثلا دي فيلم اترونجي يعرفوا المخرجين هذوما، يعرفوا لمين نهدي، يعرفوا وليد النهدي هو ولد لمين نهدي. هذه الغلطة الكبيرة اللي خرجوها فيا بعض الأولاد معناتها الأولاد الحلال خرجوا إن ريبوتاسيون سكون أبيل في وليد النهدي اللي هي ما عندها حتى علاقة بالواقع. وليد النهدي تعلم البروفيسيوناليزم، إلي بروفيسيونيل، يجي في وقته، منظم، مريقل. حكيت خدمت افيك دي زيترونجي هنا معناتها ما فماش لعب كي يعطيك توجيه معناتها يلزمك تنفذ وما فماش كلام معناتها فهمت المخرج، خاطر الحكايه الكل في ذهن المخرج. ولكن فما بعض العباد اللي ربي هديهم وان شاء الله هما داير هما توا وينهم. Hitting up town to re-up back with a couple keys the corner blacks on fire and the covers dressed in scenes making so much money trying to move in fast for the way this stash and as I sold the last fight around I got locked up I'm locked up nigga locked up. هاكا دخلتكم على سخانة البر دون بار سخانة ودون اوت بار هذايا البلاصة هذايا هي اللي نبر فيها ونخدم فيها ونحضر خدماتي كسوسوا معناتها غنات ولا تمثيل ولا كتيبه ولا حاجات. هذا سي مون اسباس دانسبيراسيون. غنيه كانت هوايه هي الحقيقه كيما اي ادوليسون كنت مغروم برشا بوب مارلي لا ليجون دو بوب مارلي والغنيات نتاعو اللي هما معناتها ايترنيل وما يموتوش. نو وومان نو كراي نو وومان نو كراي No woman no cry, no woman no cry. Said I remember when we used to sit
in the government yard in Twitch Town. Abba serving the hypocrites as they would remember the people we meet. إلى آخره. أول كليب صورته في 2011 اسمه ذنبوين وقتها 2011 و 2012 مانيش مستحضر بالكدا اسمه ذنبوين. وادي ما على بالوش متملح وما يهموش الغلاف في الأسعار البلاد شعلت فيها النار حتى الحليب ما عادش فما في العطار. اللي جاب لي الفكرة هو سامي الفهري الحقيقة لأنه وقت لي تحجز سامي الفهري في الحبس وأنا ريت له أعماله اللي هما مكتوب واللي هما كاستينج فما أعمال تشرف معناتها بالنسبة لي أنا خسارة كان مبدع نخسروه في تونس. ثاني اللي عملته اسمه وور رئيس لبحار وور عملت أميلانج بين الريجي ورئيس لبحار سيدي رئيس لبحار وور معناتها عملت ميلانج حلو برشا بين الغنيتين هذوما وركبت بالكدا والغنية سورتو نجحت الكليب خاطر اللي معناتها خاطر معناش فلوس وقتها فهمت دونك الكليب أقل شوي. ومن بعد عملت بيكش عليا اولاد وبنات لحلال ولاد دوماني مريم مريمتين زيد كمل صرفقلي بلاكا في جيب سروالي لسبيس ربعثني ميتال مع موهبتي بيكش. علاش بيكش؟ حدث بالحق معناتها برشا ايش اقول لك برشا عباد قالوا برشا كلام في بيكش فما الكلام الايجابي فما الكلام السلبي. أكثرية الفنانين العمل اللي عجبهم برشا النقاد فيهم وعليهم أما تغيظ معناتها مش تغيظ معناتها تقلقك شوية لو كان إذا كان تلقى أمبوت تابلو وتحب تخرج فيه عيوب بالسيف. غنيتي جديد باش نمشي لكم شوية منها باللونجلي أنا ديما عندي في غنيتي اون بارتي باللونجلي تقول second verse for the haters I believe in my soul, no one can make me a fool. I'm a messenger for what I feel. I got a reason to succeed. No matter how hard time going through, I ain't a bitch like you. Me, myself, and I, نشكي كان للعالي, never complain. أي إنسان في مسيرته يصيروا له برشا مشاكل. ويصيروا له برشا ناس ضد التوجه متاعه, وضد الفكرة متاعه, وضد البروبوزيسيون متاعه. أنا جي سوبي سا, عشت هالفترة هذه. عشت برشا ناس ديجا من ديبار ضد اللي قاعد نعمل فيه لله في سبيل الله معروفة داير في تونس معروفة الحكاية هذيا سكيزوفرينية معروفة على الاخر معناتها انا نسمى محظوظ على خاطر فقت اللي معناتها نسبة كبيرة من التونسي ضد النجاح ديجا او ديبار ولكن انا الراء اللي اذا كان يتكلموا على عمل سواء بالباهي ولا الخايب ولا حتى يسبوك سامونتر اللي انت مدغدغهم اون كلك سورت وانت العمل نتاعك فيه لا ما تكرهنيش هذوك ميسون غيدي هذوك البرشني قاعد يقود فيهم فما عندنا برشا برشن في تونس عندهم بوكو دفار فان فهمت وهما انا قلت فيهم كلام مش باهي مش مدخلوا يا اخي هو ما يملك كلام الناس هذاك كيف سيت اون شين دو تيلي ماذا بيه لي زانفيتي نتاعهم اللي تستدعاهم يعملوا البوز الحوار التونسي نازل على خدمة شاقة لا لا نازل على تضحك لا لا والله لا 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 عرفت قطورة بعينك الحوار التونسي أي قناة تلفزية ما يستدعى لك فلان إلا باش يطلع نسبة المشاهدة وليد النهدي توا في الفترة هذيا قاعد صوته قاعد اسمه قاعد يدور العباد قاعدة تحكي على وليد النهدي قاعدة تسأل على وليد النهدي رجعوا للقديم تاع وليد النهدي دونك باردون استدعاني انا في كلام استدعوني في كلام الناس لان الكوتا نتاع وليد النادي قاعده تطلع تو اي كان جاي نوف الورتاني ما يستدعكش يستدعاني نوف الورتاني نجم يكلمني غدوه كي نعمل عمل ناجح ينجم هو بيدو يكلمني يقول لي جاني لاباس ان شاء الله لاباس ما نمشيلوش انا نوف الورتاني ما نمشيلو كان كي تبدا عنده اون ايميسيون مباشره يا اللي مسمي روحك علي شور با على الفيسبوك علي شور بتلاش عمل خرج غنية متاعي اللي كنت نحكي لكم عليها قبيلة اللي هي وور ورئيس لبحار قال هذا جديد وليد النهدي أنا جاي وقالوا لي دو سورس غيال أم بروديكتور صاحبي ولد المرسى جاني قال لي اسمه خليل وراو يسكن في المرسى وبعث لي تصويرته جان إلى 24 أو 25 أو طوارة ولا 27 بس كان عندي عمين أنا مليون سيتو
دونك راه عمره 27 سنه توا. اما باهي انا نقول باهي راه لي باج هذوما باهيين يزيدوا يحركوا يمسوا حاجات في عباد يمسوا حاجات. لي كريتيك راهو سلبيه ولا ايجابيه ما تنجم كان تقدم بالاشياء اللي قاعد يعمل فيه توا تسمى حرقه. يعني حب يحرق وليد نادي خاطر انا دخلت في كونفرساسيون. هو عنده دو باج علي شورب, عنده علي شورب وعنده المحير سيك هو اللي عاملهم الزوز. بعث لي بالعلي شورب ما قبلتوش, بعث لي بالمحير سيك قبلته. دخل معايا في كونفرساسيون قال لي انا راني انا اللي عامل علي شورب زاد اي مرحبا بك. قال لي افرح بيا صاحبي تنولي نركح لك في امورك على لي باج بتاعي راه فيهم نومبر دو فيو كبير وراه فيهم عباد تبع فيا وفولورز. قلت له انا راني ما نجعلش في الدومين ما نجعلش, وانا ضد فكره الجعاله في الميدان الفني. توا نحن في تونس نعيشوا في فتره سكون ابيل لو بوس فيغ لو بوس. عندنا توا خمس سنين ولا ست سنين البوز هو سي 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 لا شوز كي مارش لو بلوس في تونس. البوز من شنو متكون؟ معناتها الفعل نتاع بوز يبزبزو والمصدر بوز مو هكا ولا باه. البوز هو مبني على البروفوكاسيون. فما حاجه اسمها الباد بوز باد ولا جود ما يهمش المهم بوز. اما انا ما نعملش باد بوز خاطرني ام باد بوي يو سي. دونك ما نعملش باد بوز, انا نعمل بوز بذكاء. اي تفضل اختي تشرب حاجه خاطر باش نبدل السيرفيس راه ماش وقت. الناس كيفاه؟ قال لي كيفاش الناس؟ شبيهم ماهمش ناس؟ انا مانيش عبد, عبد عندي الحق في الحياه والصافيه والمروه وفرات كابوب هذيك غراتوي فهمت غراتويت. تفضل كمل السؤال نتاعك. تهموني ديجا بالمثلية الجنسية قالوا شانعة ليه ما خافش. وقالوا وليد مثلا عام بلوطة شنية مش تعرجيل صاحبي شنو عام بلوطة في وذن. بالنسبة لي أنا حكيت فيها والرجلة مش بالاستعراض البدن والعرك وأنا نكزيستي. الرجلة هي بالفعل وبالخدمة وبحب الناس وبحب الشيء اللي قاعد تعمل فيه وتحاول تضيف حاجات في أي ميدان كان وتحب بلادك تحب عائلتك تعاون أقاربك. هذه الرجلة بالنسبة لي أنا. كشخ أنا كشخ برجو لي الحقيقة أولاد الكلوب ولا جماعة الأخرين خويا ما تنرجوش علي وما تكرونيش. أنا ملي تولدت نلقى روحي في باب سويقة دونك. أما راني بصراحة راني معاش نتبع برشا الفوت في تونس الحقيقة. بعض ساعات نتفرج في الـ grand party سيرتو بار إكزامبل الدربية ذاك لازم نتفرج فيه. مكشخه والإطوال طرح صحيح مكشخه وصفاقس جمعيات الكبار معناتها فهمت. انا مكشخ مكشخ زايد معناتها مش رشني كيف فرق. وينك البوند تاع المكشخه هذا؟ هاي البوند تاع المكشخ تفارقنيش هذي تراجع حياتي ودمي وهي تراجع حياتي. This is my old song اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك صح. اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك واللي في وجهك يضحك في ظهرك بيك وعليك. اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك واللي في وجهك يضحك في ظهرك بيك وعليك. جانكسترز في الدومين وين الشر عليك السبع عيوب تقالت فيك مع البالي بيك والعالي يحكم فيا وفيك.